توليد طبعا نادي الزمالك عنده مباراه مهمه في لامبو البرندي في دور ال 32. طبعا عايز اخد رايك في مباراتي بطل تشاد الكت سبورت بطل تشاد، طبعا المباراتين اللي فاتوا شفت نادي الزمالك فيهم ازاي، فوز مهم جدا خارج الديار وتكرر نفس الفوز في مباراه العوده هنا في القاهره. انا شايف طبعا نادي الزمالك في اداء في استمراريه محترمه جدا، خد دوري وخد كاس مع راجل فريرا، جهاز وجهاز فني محترم، زائد اداره ثابته ومستقره وبتعرف تتعامل كويس قوي في موضوع الكوره والتخصصات، كل واحد ليه التخصص بتاعه. شايف ان اللعيبه بقدر ان في كل من العناصر او كل من تأييد اللعيبه، ما فيش لعيبه وقف القيد يعني. انت ما شاء الله ربنا كرمك وبتكسب، تاخد دوري، تاخد كاس، تلعب لعيبه شباب بتغامر، تلعب فريرا بيشرك ناشئين وبيشرك في ماتش الاهلي 4 ناشئين يعني، ده كانت انا وانا بتفرج كنت هموت عمال يعني. شوف تغييرة بالظبط، اللي هو تغييرة اشرف زيزو بن شرقي واشرف بن شرقي وينزل 2 ناشئين سيف ومش عارف مين تاني، يوسف يوسف اسامه اسامه طبعا صنع في ماتش الاهلي يعني. يعني انا كنت قاعد مرعوب من التغييره دي، وكان لسه في وقت، خلي بالك يعني كان في الدقيقه لسه بدري. 61 مثلا. فدي حاجه تحسب لفريرا الشخصيه القويه، وبتحسب كمان ان انت بتقول للعيبه ان اللي هيتدلع مش هيبقى ليه مكان، خلي بالك دي مهمه جدا. ف انا بحيي فريرا جدا بصراحه، واللعيبه بقى بعد كده اللي في الملعب رجاله، في بعض الاخطاء وده امر طبيعي في كره أخطاء القدم، فنية بالظبط. لكن بوجه عام الاداء في تحسن، الاداء في جمال، وفي الزملكاويه بيتفرجوا على نادي الزمالك بيستمتعوا. الجمهور دلوقتي بيستنى الفرقه، بيستنى عايز يتفرج على الفرقه من نضوج الفرقه ونضوج الجهاز الفني، زائد فيريرا طبعا مدرب عبقري بصراحه، وانا عمري ما شكرت في مدرب.